الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة ونشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. الفصائل الفلسطينية تستهل العام الجديد بإطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب. وزير المالية الإسرائيلي يدعو لتشجيع سكان قطاع غزة على مغادرته، والفصائل الفلسطينية تصف الدعوة بأنها جريمة حرب جديدة. زعيم كوريا الشمالية يهدد بتدمير أمريكا وكوريا الجنوبية إذا اقترتا المواجهة. البداية مع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ على تل أبيب، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإسعاف تفتش عن الأماكن المحتمل سقوط الصواريخ فيها وأيضا في تل أبيب ومحيطها. وأفادت الأنباء الواردة بأن القصف وقع بصواريخ من طراز M90، وأشارت كذلك إلى وقوع صواريخ في مطار بن غوريون في حين هرعت سيارات النكدة لتحديد أماكن سقوط الصواريخ. قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن من بين الألوية 5 لواءي احتياط من 151 ولواء 14 و3 ألوية من التدريب. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، وتوقعت في الوقت نفسه أن يتم تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل. من جانبه أرجع المتحدث باسم جيش الاحتلال تسريح بعض القوات لتفرغها للعمل للمساعدة في العملية الاقتصادية، كما قال إن بعض القوات بحاجة إلى تدريبات محددة قبل أن تعود لساحة القتال في غزة، كما أكد أن قوات الاحتلال ستواصل استهداف البنى التحتية التابعة للفصائل الفلسطينية في القطاع. إقرارا بالفشل في تحقيق أهداف العملية البرية في قطاع غزة وتحقيق نصر عسكري ملموس وواضح، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية قتالية من القطاع قبيل الإعلان رسميا عن بدء المرحلة الثالثة من الحرب. يأتي سحب الاحتلال الإسرائيلي ألويته عقب ارتفاع حصيلة القتلى ليتخطوا حاجز 500 ضابط ومجند وتدمير مئات الآليات والمعدات العسكرية، ما شكل أزمة سياسية ونفسية في الداخل الإسرائيلي تنذر بتفجر الوضع. خسائر إسرائيل والانسحاب المفاجئ للألوية يأتي بعد 24 ساعة فقط من ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منفرداً أمام الرأي العام الإسرائيلي في مؤتمر صحفي خلا من وزير الدفاع يوف جالانت وعضو مجلس الحرب بيني جانتس، ما اعتبره البعض مؤشراً لانفراط عقد وثاق مجلس الحرب الذي بدا وكأنه يتهاوى أمام صمود قطاع غزة.
ليس هذا فحسب ما دفع الألوية للانسحاب من طوفان غزة للنجاة بأرواحهم، فقد ظهرت إسرائيل في الساعات الماضية وكأنها فوق مسجل يغلي بعدما خرج الآلاف في مظاهرات ضد حكومة نتنياهو يطالبون بوقف الحرب والتفاوض حماية لأرواح المحتجزين ووقف النزيف الاقتصادي. انسحاب الألوية الخمس لم يكن الأول، فقد سبقهم انسحاب لواء جولاني ذائع الصيت بعدما تكبد خسائر فادحة بين عناصره بمقتل 44 ضابطا وجنديا هم نخبة جيش الاحتلال. وما زاد الطين بلة تداول فيديوهات يحتفلون فيها وهم فارين بأرواحهم، ما أثر على حالة المقاتلين الباقين في رحى القطاع الذي بدا لهم كثقب أسود ابتلعهم في شتاء بارد. تحليلات عسكرية أخرى ذهبت إلى أن الانسحاب الإسرائيلي للقوات بات وشيكاً، خاصة في ظل تحذيرات غربية من عدم قدرة القوات على تحقيق نصر عسكري كاسح في المنظور القريب وفي أيام معدودة، كما بشر نتنياهو شعبه قبل شهرين. أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية هبوط مروحية إسرائيلية على الأطراف الشرقية لحي التفاح شمال شرق غزة لإجلاء جنود الاحتلال المصابين والقتلى، وكان جيش الاحتلال قد كشف عن مقتل جنديين إضافيين خلال معاركه الأخيرة في غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ بداية العملية البرية بالقطاع إلى 172 قتيلا. من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب القطاع. وأكدت الفصائل استهدافها طائرة أباتشي إسرائيلية جنوب حي زيتون بمدينة غزة، واستهداف قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف واشتبكت معها بالأسلحة. وصفت الفصائل الفلسطينية دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني وإبقاء نحو 200,000 في غزة جريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي. وكان سموتريتش دعا إلى تشجيع سكان قطاع غزة على مغادرة القطاع والهجرة إلى دول أخرى، وزعم سموتريتش أن تلك الخطوة ستسمح بعودة المستوطنين اليهود الذين يمكنهم تحويل صحراء غزة إلى أودية مزدهرة على حد وصفه. منذ بدء عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة يخرج من حين لآخر عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بتصريحات استفزازية، إما أن تقلل من شأن الشعب الفلسطيني أو تتعامل معهم كأنهم والعدم سواء. بطل آخر لهذه التصريحات هو وزير المالية الإسرائيلي بتسأليل سموتريتش الذي دعا سكان غزة إلى مغادرة القطاع والهجرة إلى دول أخرى من أجل إفساح المجال أمام المستوطنين اليهود الذين حسب زعمه يمكنهم تحويل صحراء غزة إلى أودية مزدهرة. تصريحات الوزير الذي ينتمي لليمين المتطرف لم تكن الأولى له، فقد سبقها بأيام تأكيده على أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب التي اقتطعتها من السلطة الفلسطينية منذ أحداث 7 أكتوبر. وقال سموتريتش إن تل أبيب لن تقدم أي أموال طالما ظل هو في منصبه في الحكومة. سموتريتش الذي طالب سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء مناطق عازلة في الضفة الغربية لا يدخلها العرب، قال هذه المرة إن الضفة يسكنها نحو 2 مليون نازي يؤيدون هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل. تصريح
تصريحات الوزير المستفزة دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتأكيد في كلمة له على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة ولن يقبل التهجير من أرضه مهما كان الثمن. الرئيس الأمريكي جو بايدن بدوره طلب من نتنياهو ضرورة التصدي للتصريحات المتشددة من جانب بعض القادة الإسرائيليين مثل ما يتعامل هو مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة، محذرا من أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لها خاصة مع اشتداد الغضب العالمي إزاء حجم المعاناة الإنسانية بغزة. عدوان غاشم لم يكتفي بقصف منازل الفلسطينيين وسفك دمائهم، بل ينكر وجودهم ويتعامل معهم كما وصفهم وزير جيش الاحتلال يواف جالانت على أنهم حيوانات بشرية لا يحق لهم العيش على هذه الأرض. وللوقوف على هذه النقاط بمزيد من التحليل والنقاش ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك بأولا، هو إطلاق الفصائل الفلسطينية لرشقة صاروخية من طراز M90 على تل أبيب وأيضا مطار بن غوريون، لماذا أرادت الفصائل في أول ساعات العام الجديد إرسال رسائل إلى تل أبيب بأنها ليست بعيدة وستظل تحت قصفها من خلال هذه الرشقات المتتالية من الصواريخ؟ أسعد الله صباحكم بكل خير. يبدو بأن المجتمع الإسرائيلي قد التقط أنفاسه لعدة أيام في ظل توقف المقاومة الفلسطينية، ولا نقول عجزها لأن القادم يعني التالي أثبت عكس ذلك. يبدو بأنه التقط أنفاسه في ظل عدم إطلاق المقاومة لصواريخ على الوسط الإسرائيلي، مناطق تل أبيب وجوش دان ومطار اللد الدولي، وكذلك المدن الرملة ورخوبت وبعض المدن التي تقع بالشمال الشرقي من تل أبيب. وهذا يعني شاهدناه من خلال إعادة الحركة نوعا ما إلى الشارع في إسرائيل وتعاظم التظاهرات، وإن كان بها شكل إيجابي وهي ضد حكومة الاحتلال، ضد نتنياهو وعجزه في تحقيق أي من الأهداف التي رفعها، وخاصة قضية الأسرة التي أصبحت تؤرق الإسرائيليين بشكل كبير. جاءت هذه الرشقة في منتصف الليل لتقول للجيش الذي كان قد أعلن قبل سويعات بأنه قام بسحب 5 ألوية، اللواء 551 واللواء 14 لوائين مدرعين، وكذلك 3 ألوية لوجستيك وإمدادات. وهذه الرسالة أنا باعتقادي جاءت تقول للمحتل بأن القطاع ما زال صامدا وأن المقاومة تمتلك زمام المبادرة، وهي التي تحدد آلية وكيفية وأزمنة التصعيد وفق معطيات هي تتحكم بها. هذا الحدث شكل طبعا في المجتمع الإسرائيلي صدمة كبيرة، خاصة في الأوساط التي هللت منذ أيام للجيش أنه استطاع أن يركي على حد وصفهم المقاومة من خلال تجوال بعض الدبابات الإسرائيلية في مدن شمال ووسط قطاع غزة، وكذلك صور الأسرى الذين بثتها القنوات الإسرائيلية وهم امرأة أسرى فلسطينيين. هذه الرشقة جاءت لتبدد كل هذا الحكم الذي راود الإسرائيليين في سويعة أو في أيام قليلة. باعتقادي بأنها يعني كذلك تنذر بعام جديد، عام يعني استنزاف للاحتلال، عام استنزاف لقوى الاحتلال وكذلك كافة أماكن تواجده والتي غابت إلى حد ما في الأيام الأخيرة. وبالتالي هنا الآن الاحتلال ممكن أن يوصف بأنه يخوض حرب استنزاف في كافة أماكن تواجده وقطاعاته العسكرية وكذلك تشكيلاته المدنية. تسريح هذه الألوية وعودتها مرة أخرى إلى إسرائيل، أستاذ أحمد، هل تعتقد بأن الدوافع التي قالها المتحدث العسكري بأنهم سيعودون مرة أخرى لإنعاش الاقتصاد أيضا يحتاجون إلى التدريب، هل هي نتيجة هذه الأمور أم أن هناك مواجهة شرسة وخسائر فادحة فبالتالي اضطروا إلى العودة مرة أخرى إلى إسرائيل بدلا من الدفع بمزيد من الألوية لتحقيق الأهداف الذين قالوا بأنهم يرغبون في تحقيقها منذ بداية هذه الحرب؟ يعني لدينا 3 فرضيات لسحب هذه القوات. الأول وهو التكبد الكبير بالخسائر وخاصة
في صفوف هذه القوات، خاصة أنها سلاح مدرعات وإمدادات، وبالتالي هي لم تكن مهيئة ومؤهلة للقتال في أبنية مكتظة وشوارع ومدن، هي فقط تقوم بالقصف المدفعي العنيف الذي رأيناه على مدى أكثر من شهرين من الزمن. وهنا ممكن أن نأخذ في بعض النظريات الفرضيات التي تقول بأن وجود هذه القوات على الأرض وأصبح عبء لما تحتاجه هي كقوات خمس ألوية، يعني قوام يعني أكثر من 20 كتيبة تحتاج إلى إمداد وتحولت إلى أهداف للرماية والمقاومة الفلسطينية. النقطة الثانية والفرضية الثانية هي أن الاحتلال الآن يتجهز لشيء في جبهات أخرى ويحتاج بالتحديد إلى اللواءين 551 و14 وهي ألوية مدرعة وتابعة للسلاح المدفعية. أما الثالث والذي أنا باعتقادي بأنه يعني ليس في ذات الأهمية، وهو الادعاء الإسرائيلي بأن هناك اكتفاء بالقوات عملياتيا وقد حققت أهدافها وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، وهناك حاجة بالسوق. نعم، حاجة السوق للأيد العاملة هي قائمة منذ اليوم الأول، منذ الثامن من أكتوبر يوم الأحد أو الثاني أيام المواجهة، ولكن هذه الفرضية أنا أعتقد بأنها ضعيفة في ظل حديث أوساط إسرائيلية عن استخدام ما يقارب 170 ألف، أو الحديث عن استخدام 170 ألف عامل من دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال نفذت خلال الساعات الأخيرة 25 غارة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في الأثناء استقبل مستشفى ناصر الطبي في غزة شهيدا وعددا من الإصابات بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس. وقال سكان المدينة إن القصف استهدف منزل عائلة أبو حطب ومحيط مسجد بلال غربي المدينة. في غضون ذلك تمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من إخلاء عدد من الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال لمربع سكني بالحي النمساوي داخل مدينة خان يونس. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية دكتور أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة بحق عائلات كاملة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 مصابا خلال 24 ساعة. كما أشار القدرة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 21,822 شهيدا و56,451 مصابا. في الوقت الذي احتفل فيه العالم بعام ميلادي جديد، يتمنى سكان قطاع غزة أن يحل العام الجديد وقد توقفت فيه الحرب وتمكنوا من العودة إلى مناطق سكنهم. ورغم ضراوة القصف وحجم الدمار، إلا أن كل هذا لم ينجح في كسر عزيمة سكان القطاع والتمني بعام قادم يتمكن فيه من إعادة الإعمار وتزيين مدنهم الصامدة. ينتهي العام بأحزانه على سكان قطاع غزة، والأمل يغدوهم في عام جديد أكثر سلاماً وأمناً، يتوقف فيه القتال ويعود النازحون إلى ركام بيوتهم التي قصفها الاحتلال. أمنيتنا أنه احنا نرجع على مكاننا اللي كنا ساكنين فيه، طبعاً يعني حنكون طبعاً نفس الإشي في خيم، لأنه ما فيش عندنا بيوت، ما ضلش بيوت، البيوت كلها راحت. يعني الخيمة اللي موجودة احنا عليها حنخدها معانا نروح نحطها جنب البيت اللي انقصف. عام سيبقى فيه أعداد شهداء الأطفال والنساء أيقونة لإجرام الاحتلال وقصفه العشوائي على قطاع غزة. سنة 2020 يعني حرب قاسية على الناس وعلى أهل غزة وعلى الأطفال كمان، بالذات الأطفال يعني والنساء والمدنيين كمان. فإحنا هلقيت كل أمنيتنا يعني أنها توقف الحرب ونرجع عدورنا. وعلى قدر أعداد المصابين في غزة وتخطيهم لحاجز 50,000، كان دوما في استقبالهم طاقم طبي لم يكل لحظة أو يمل رغم شح الإمكانيات. مضى عام ونأمل أن يأتي عام أفضل من العام السابق، عام
إن شاء الله بكون عام الإعمار والإعمار لقطاع غزة ولغزة الحبيبة، أن تعود غزة كما كانت جميلة، كما كانت سعيدة، كما كانت فرحة، مبتهجة غزة بأهلها بناسها بكرم شعبها. جرائم متواصلة للاحتلال في غزة سبقها حصار لسنوات لم يكن أحد سيعلم عنها شيئاً لولا بسالة الصحفيين والإعلاميين الذين آثروا نقل الحقيقة على حساب أرواحهم. أمنيتي للعام الجديد أنه تخلص الحرب، نرجع لبيوتنا، نرجع لمناطقنا اللي هي شمال قطاع غزة. إحنا طلعنا منها مجبرين قصراً بعد طلب الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، فإحنا تركنا بيوتنا كانت شبه مدمرة. وهكذا ينتهي العام في قطاع غزة ولم يتوقف فيه العدوان الذي لم ينجح في كسر عزيمة الغزاويين من التمني بالأفضل لقطاعهم ولسكانه. أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حصيلة شهداء عام 2023 هي أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة عام 1948. وأوضح الجهاز أن عدد شهداء العام الحالي في غزة والضفة الغربية بلغ 22,141 شهيداً، 70% منهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 7,000 مفقود. وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى نزوح 1,900,000 فلسطيني من سكان غزة مع بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، ووصول أعداد المعتقلين لدى سجون الاحتلال إلى 7,800 أسير. وشهد عام 2023 أكبر مأساة إنسانية تعرض لها قطاع غزة في تاريخه، والتي خلفت آلاف الشهداء ودمرت ما يقرب من 60% من البنى التحتية للقطاع. ومع نهاية عام وبداية آخر، يأمل أهالي قطاع غزة أن تحمل الأيام المقبلة وقفا دائما لعجلة الحرب وعودة لحياتهم الطبيعية ودخولا مستدام للمساعدات الإنسانية، فضلا عن عدم تكرار مثل تلك الحروب بإقامة دولة آمنة لهم. منذ نكبة عام 1948 لم تمر على أرض فلسطين شدة كتلك التي تعيشها، فمن بين كل الأحداث الدموية التي عاشها الفلسطينيون خلال 75 عاماً هي عمر الاحتلال الإسرائيلي لدولتهم. جاء عام 2023 ليسجل أعلى الإحصائيات التي توضح حجم الإبادة التي يتعرض لها أبناء فلسطين والعنف والدمار الذي تعرض له قطاع غزة. أكثر من 22,000 شهيد و 100,000 مصاب و 7,000 مفقود خلفهم العدوان الإسرائيلي على غزة وفقاً للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء. دمار غزة وصفته تقارير دولية بالأعنف على مدار التاريخ، وتمت مقارنته بمدن تعرضت لقصف خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تمت مقارنة قصف الحلفاء مدن ألمانيا وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وتبين أن حجم الدمار الذي تعرض له القطاع تجاوز مدن هامبورغ وكولونيا. في غضون شهرين فقط
أدى قصف الاحتلال إلى استشهاد 1% من إجمالي سكان غزة، وبالمقارنة أدى قصف الحلفاء لألمانيا لمقتل نسبة أقل من السكان الألمان على مدار الحرب العالمية الثانية بأكملها. تظل مأساة الأطفال في غزة هي الأعمق في جروح الإنسانية، فقد سجل الإحصاء الفلسطيني استشهاد ما يقرب من 7000 طفل، فيما أشارت تقارير دولية لأزمة نفسية يعاني منها الأحياء منهم. فبالإضافة لفقدان منازلهم وذويهم، فإن أصوات القنابل والانفجارات والرصاص المفاجئ الذي لا يعرف موعداً وضع الأطفال في حالة مستمرة من الخوف الدائم والرهبة والقلق، في ظل صمت من العديد من دول العالم والتي لطالما نادت بحقوق الإنسان. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بدخول 91 شاحنة مساعدات و4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأضاف مراسلنا أن 7 مصابين فلسطينيين وصلوا من غزة إلى رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مشيرا إلى أن نحو 250 من حامل الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى معبر رفح. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي إحدى القرى غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام منزله جنوب مدينة قلقلية، واندلعت اشتباكات بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال أثناء محاولة اقتحام جنود الاحتلال عدة بلدات بمدينة نابلس. يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، تارة بالاقتحامات وتارة أخرى بالقصف الجوي، وتجهد هذه الانتهاكات الروايات الإسرائيلية بشأن محاربة الفصائل المسلحة في قطاع غزة بدعوى حفظ أمن المستوطنين. الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وجهان لهدف واحد، وهو إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. فما بين القطاع والضفة تتصاعد انتهاكات الاحتلال، ففي الوقت الذي يقوم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأبشع الجرائم الدموية في حق سكان قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى كما يزعم، لم تسلم الضفة الغربية المحتلة من انتهاكات وجرائم الاحتلال. فما بين الاقتحامات والقصف سواء الجوي عبر المسيرات أو المدفعي، يرضخ الفلسطينيون في ظروف معيشية غير إنسانية، كما كانت المستشفيات هدفاً لقوات الاحتلال في قطاع غزة، ما أدى إلى توقف الغالبية العظمى منها، سواء في شمال القطاع أو جنوبه. كانت المستشفيات أيضاً هدفاً لها في الضفة المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال ضرب القطاع الصحي من خلال محاصرة المستشفيات في طول كرم والاعتداء على الأطقم الطبية بدون أي رادع أخلاقي أو مراعاة لقانون دولي إنساني يحرم تلك الممارسات، ليواصل الاحتلال جرائمه دون حساب. الواقع على الأرض يجهض مزاعم الاحتلال بأن عداءه منصب مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الأساسي للاحتلال هو إبادة الفلسطينيين أو تهجيرهم من أجل السيطرة على أراضيهم سواء في غزة أو الضفة. لكن صمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بوطنه لا يزال كلمة السر في إفشال مساعي الاحتلال الإسرائيلي. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عام 2024 سيكون عام الموت ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة والضفة الغربية. وكتب الصفدي عبر حسابه الرسمي بمنصة أكس أن إسرائيل أخضعت غزة لجرائم حرب مروعة في العام الفائت، ولم يفعل مجلس الأمن أي شيء لوقف ذلك، وأكد أن الحرب كشفت النظام الدولي المبتلى بالمعايير المزدوجة.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. رئيسة تايوان تدعو إلى السلام، ونظيرها الصيني يؤكد أن إعادة التوحيد مع الجزيرة أمر حتمي. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على بنى تحتية ومواقع عسكرية لحزب الله على أطراف بلدة رامية الحدودية في جنوب لبنان، واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين منطقة اللبونة جنوبي بلدة الناقورة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع حنيتة الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة، مشيرا إلى مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. أعلنت مصادر عسكرية عراقية إسقاط طائرة مسيرة مسلحة فوق قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق. وأضافت المصادر أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو وقوع أي أضرار، إلى أن الهجوم الثاني بعد ساعات من إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق حيث تتمركز قوات أمريكية. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات جيرالد فورد من شرق البحر الأبيض المتوسط وإعادتها إلى قاعدتها الأصلية بولاية فيرجينيا الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت إرسال حاملة الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من الدعم الأمريكي لإسرائيل تزامنا مع بدء عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي بهدف حمايتها من الهجمات التي من الممكن أن تشن عليها. ويستعد الجيش البريطاني لشن موجة من الضربات الجوية ضد الحوثيين بحسب صحيفة التايمز البريطانية. وبموجب الخطط المقررة ستنضم بريطانيا إلى الولايات المتحدة لقصف أهداف مخططة مسبقا إما في البحر أو في اليمن نفسه حيث يتمركز الحوثيون. وقال مصدر في مركز السلطة السياسية البريطانية إن الضربات المنسقة يمكن أن تشمل طائرات سلاح الجو الملكي البريطانية للمرة الأولى أو المدمرة HMS دياموند، وهي مدمرة نجحت في تدمير طائرة من دون طيار هجومية بصاروخ سي فايبر في البحر الأحمر في وقت سابق من شهر ديسمبر. أتت عملية حارس الازدهار أكلها في البحر الأحمر باستهداف 3 زوارق ومقتل 10 عناصر من الحوثيين من قبل القوات الأمريكية كرد فعل على استهداف الحوثيين لسفينة نقل تابعة لشركة ميرسك الدنماركية. الاستهداف الأمريكي دفع المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع نحو الإعلان أن ذلك لن يمنع الحوثيين من القيام بواجبهم في دعم غزة، داعيان الدول الأخرى إلى عدم الانضمام للولايات المتحدة لتجنب عواقب سلبية يمكن أن تؤثر على الجميع. بدوره قال البيت الأبيض تعليقاً على بيان الحوثيين إن واشنطن غير مهتمة بتوسيع الصراع في الشرق الأوسط إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجنبت حتى الآن إلحاق أضرار مباشرة باليمن في محاولة لتجنب التصعيد الأمني، إلا أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد مواصلة العمل بذلك النهج دفاعاً عن النفس. وفي الأثناء تستعد بريطانيا لضرب الحوثيين في البحر الأحمر أو في البر الرئيسي لليمن بحسب صحيفة التايمز البريطانية التي أكدت في تقرير لها أن التدخل البريطاني ربما يزيد من احتمال تصاعد التوترات بشكل كبير في المنطقة. وتؤكد بريطانيا خلال التقرير انضمامها إلى الحلفاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة وربما دولة أوروبية أخرى،
لإطلاق صواريخ منسقة ضد أهداف في البحر الأحمر أو في البار الرئيسي لليمن حيث يتمركز الحوثيون. من جانبه أكد مصدر في الحكومة البريطانية أن الضربات المنسقة تشمل طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني والمدمرة HMS Diamond ذات القدرات القتالية الفائقة. ويبدو أن التهديدات لم تقف عند هذا الحد، بل هدد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بأن استمرار الحوثيين في تهديد الأرواح والتجارة بالبحر الأحمر سيدفع بلاده إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة. هذا واعترف الحوثيون بمقتل وفقد 10 من عناصرهم التي هاجمت سفينة قبلة ميناء الحديدة وثلاثة زوارق استخدمت في ذات المهمة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن إحباط هجوم نفذه الحوثيون بأربعة قوارب على سفينة الحاويات ميرسك في البحر الأحمر. وأوضحت القيادة أن الحوثيين حاولوا الصعود على متن سفينة بعد تبادل لإطلاق النار مع أفراد الطاقم، كما أشارت إلى أن المروحيات الأمريكية التي استجابت لنداءات الاستغاثة نجحت في إغلاق ثلاثة قوارب ومقتل أفراد طاقمها. إلى ملف تطورات السودان. شن طيران الجيش السوداني غارات ليلية عنيفة على أحياء المنشية والجريف شرقي الخرطوم، كما قصف الجيش السوداني مواقع لميليشيا الدعم السريع بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، في حين أفاد مراسلنا بقصف ميليشيا الدعم السريع تمركزات بقاعدة وادي سيدنا بأم درمان. جدد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان تأكيداته بأن الانتصار على الميليشيا بات قريبا، وربط في كلمة بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان أن الطريق لوقف الحرب هو خروج الميليشيا من المدن وإخلاء المقار الحكومية. كثرت دعاوي لا للحرب والتفاوض والبحث عن السبل والمسالك التي توقف الحرب، نقول أننا مع ذلك، وأن الطريق لإيقاف الحرب واحد، وهو خروج الميليشيا المتمردة من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان كما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة، ما إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين ومقار الدولة. فإن أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة، فالشعب السوداني لن يقبل أن يعيش وسط هؤلاء القتلة والمجرمين ومن ساندهم. واتهم البرهان ميليشيا الدعم السريع بتدمير البنية التحتية للدولة وقتل المواطنين ونهب أموالهم وتهجيرهم، وأوضح أن تلك الأحداث تتم بمساندة من وصفهم بالخونة وطلاب السلطة. تمر علينا هذه الذكرى وميليشيا ومرتزقة محمد حمدان دقلو مستمرة في تدمير البنية التحتية وقتل المواطنين ونهب أموالهم واحتلال منازلهم وانتهاك أعراضهم وتهجيرهم من قراهم ومواطنهم الأصلية، وإبادة وتطهير بعضهم بمساندة بعض خونة الشعب وطلاب السلطة وبتأييد من بعض دول الإقليم والعالم تحت دعاوي زائفة معلومة المقاصد والأهداف، رغم ثبوت ارتكاب تلك القوات لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشهادة دول العالم والمنظمات الدولية.
وفي الأزمة الأوكرانية الروسية قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون في هجوم شنته القوات الأوكرانية على مدينتي دونيسك وهاريليفكا شرقي أوكرانيا. وأفادت مصادر إعلامية أن المدينة شهدت قصفا عنيفا على منطقة تسيطر عليها القوات الروسية. على الصعيد ذاته شنت روسيا هجوما جويا على بعض المناطق في أوكرانيا. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا جديدا خلال الليل استهدف مناطق ميكولايف وأوديسا ولينيبرو في جنوب أوكرانيا. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون إن للقيادة العسكريين أو للقادة العسكريين في البلاد إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية حسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية. وذكر كيم أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات العدائية التي يقوم بها الأعداء على حد وصفه، ومنهم الولايات المتحدة بما يتطلب الاستعداد جيدا لحماية البلاد. قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين إن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤولية تقع على عاتق بكين وتايبيه في نفس الوقت. وشددت في الوقت نفسه على أن علاقات تايوان مع الصين يجب أن تقررها إدارة الشعب، وأن السلام يجب أن يقوم على الكرامة. من جانبه أكد رئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه بمناسبة العام الجديد على أن إعادة توحيد الصين مع تايوان أمر حتمي. احتفلت دول العالم باستقبال العام الميلادي الجديد 2024 بإقامة عروض للألعاب النارية للجمهور ومظاهر الفرحة رغم ما ساد العام الماضي من التطورات. وبسبب فارق التوقيت الموجود في العالم فإن استقبال العام الجديد يستغرق 26 ساعة كاملة حتى تنتقل الدولة كافة إلى 2024. حققت البورصة المصرية في نهاية عام 2023 أرقاما تاريخية غير مسبوقة ومكاسب لم تشهدها منذ 140 عاما عندما انطلقت للمرة الأولى. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 70.5%، وهو رقم تاريخي غير مسبوق، حيث أظهرت الإحصاءات أن أرباح عام 2023 فاقت كل السنوات السابقة متجاوزة 700 مليار جنيه مصري. كما حلق مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ليرتفع بأكثر من 95%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بمكاسب فاقت 90%. فيما نما الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 2.6% في الربع السابق. وهذا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 2.7%. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه بمناسبة العام الجديد أن اقتصاد بلاده بات أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل. وأفادت وكالة الأنباء الصينية أن الرئيس الصيني أكد أن اقتصاد بلاده تغلب على العاصفة التي مر بها في عام 2023 وواصل النمو والارتفاع بمعدلات هائلة.
قالت واشنطن بوست إن حرب غزة كلفت الحكومة الإسرائيلية 18 مليار دولار أو ما يقدر بنحو 220 مليون دولار في اليوم الواحد. وأوضح الخبراء لصحيفة الأمريكية أن تأثير حرب غزة يقارن بأسوأ ما خلفته جائحة كورونا، وقد يتجاوز تلك الخسائر إذا استمرت الحرب. وأشاروا إلى أن اقتصاد إسرائيل تعرض لضربة قوية، وأصبح التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة مثيرا للقلق. انخفض مؤشر مدير المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين خلال شهر ديسمبر مسجلا 49 نقطة ليواصل انكماش للشهر الثالث على التوالي. يأتي ذلك وسط ضعف لثقة المستهلكين والشركات وأزمة الإسكان المتفاقمة، إضافة إلى البطالة القياسية بين الشباب، في حين أثر التباطؤ العالمي على الطلب على السلع الصينية. رياضيا، خسر أرسنال أمام فولهام بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 للدوري الإنجليزي. بوكايو ساكا تقدم لأرسنال في الدقيقة 5، بعدها رد فولهام بهدفين عبر راؤول خيمينيز وبوبي ريد. بهذه النتيجة تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز الرابع، وتقدم فولهام للمركز 13 برصيد 24 نقطة. وفي مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي، تغلب توتنهام على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل بابي سار الهدف الأول، بعدها أضاف سون هيونغ مين الهدف الثاني، ثم أحرز ريتشارلسون الهدف الثالث للسبيرز قبل أن يحرز أليكس سكوت هدف بورنموث الوحيد قبل نهاية المباراة. الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، ولم يبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الفصائل الفلسطينية تستهل العام الجديد بإطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب. وزير المالية الإسرائيلي يدعو لتشجيع سكان قطاع غزة على مغادرته، والفصائل الفلسطينية تصف الدعوة بأنها جريمة حرب جديدة. وزعيم كوريا الشمالية يهدد بتدمير أمريكا وكوريا الجنوبية إذا اخترتا المواجهة. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام، وكذلك أيضا يوتيوب. كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال QR كود الظاهر أمامكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.